الله ينصرك ان شاء الله، وانت فخر للشيعة. انا محمد من البصرة. شيخ، سؤال عندي بسيط، هل زيارة عاشوراء حديث قدسي أم مروي عن إمام؟ بس هذا السؤال عندي، وشكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك أخانا الكريم. يا أهلا ومرحبا بك، شرفنا كل الشرف، يا أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة لزيارة عاشوراء، نعم، زيارة عاشوراء هي حديث قدسي كما صرح به الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في بحار الأنوار، حينما يروي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام زيارة عاشوراء وهو يتكلم مع صفوان، إلى أن يصل إلى هذا المقطع فيقول له يا صفوان، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بعدما روى زيارة عاشوراء وبعض الأدعية يقول يا صفوان، وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي وأبي عن علي بن الحسين عليهم السلام، مضمونة بهذا الضمان عن الحسين والحسين عن أخيه الحسن، مضمونا بهذا الضمان، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، مضمونا بهذا الضمان، وأمير المؤمنين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مضمونا بهذا الضمان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام، مضمونا بهذا الضمان، وجبرائيل عن الله عز وجل، مضمونا بهذا الضمان. شوف، وجبرائيل عن الله عز وجل، أي أن هذه زيارة عاشوراء والأدعية اللي معاها اللي مروية في مفاتيح الجنان. قال وقد آل الله عز وجل، وقد آل الله عز وجل نفسه أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته. طبعا الرواية لها تكملة. فبهذا المعنى تكون زيارة عاشوراء هي من الحديث القدسي الإلهي. حياك الله وبياك أخانا الكريم.